وللمزيد ينضم إلينا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية السيد يعني سعادة السفير إبراهيم الشويمي، يعني نتابع عن كثب هذه القمة العربية 33 والمنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة. إذا العديد من الملفات الهامة التي سوف تطرح في هذه القمة، ولكن يتصدر هذه الملفات الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومحاولة وقف إطلاق النار في غزة. نعم، في الحقيقة طبعا القضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال وتتصدر مشاعر كل الرؤساء وتتصدر هموم كل الرؤساء، شيء طبيعي. يعني لابد من هناك بحث لتصور ما هو الموقف الآن وكيفية وقف إطلاق النار. نعم، وبعدين كمان موقف بعد وقف إطلاق النار بعد انتهاء هذا العدوان الإسرائيلي الجائر، لابد من وجود تصور يتبناه الجميع. وأيضا هناك مشكلات أخرى خاصة بالدول العربية الأخرى التي لديها مشاكل زي مثل ليبيا وسوريا والصومال واليمن، وكل هذه الأمور لابد التوصل فيها إلى مقترحات وإلى حلول. لا يجب ابدا عرض المسائل والاستماع اليها وتصور الحلول، لابد من تطبيق حلول، لان المسائل طالت وعندما تطول تتعقد المشكله. نعم، دعنا نتحدث ان يعني تتوجه انظار الشارع العربي الى هذه القمه في انتظار بيان ختامي وتوصيات وتصريحات تؤكد او تؤيد ويكون في حل بالفعل يخرج الى يعني سياق التنفيذ بالنسبه لما يحدث في قطاع غزه. نعم، لابد من وجود حلول، لابد من تبني حل. يعني لابد من تبني حل والعمل على تطبيقه على ارض الواقع. نعم، لا يمكن ابدا تصور حلول، يعني مجرد تصور او مجرد مقترح. نعم، لابد من الوصول الى حلول. نعم، والعمل على تطبيقها تطبيق الواقع. نعم، سعادة السفير، كيف يمكن ترجمة هذه المواقف او التوصيات الى يعني واقع سياسي؟ عندما تتضامن الدول العربية مع بعضها البعض يمكن كل شيء ممكن. يعني هذه الدول العربية لديها قدرات كثيرة واتصالات كثيرة، ومنها الذي اتصال بالشرق والغرب وكذا. يعني فلا بد من وجود حلول قابلة للتطبيق. نعم، يعني دعنا نأخذ من تصريحات يعني وزير الخارجية السيد سامح شكري، والذي صرح بأنه لن يكون هناك أمن قومي عربي إلا بوقف إطلاق النار في غزة. يعني أيضا هناك ما يحدث في لبنان واليمن وسوريا والسودان وغيرها، ولكن كما ذكرنا تتصدر القضية الفلسطينية ملفات هذه القمة. نعم، تتصدر القمة، ولكن هناك هذه الدول تعاني معاناة شديدة ولا بد من وجود أيضا حلول لها. يعني لا يجب أبدا أن تعقد القمة في العام الماضي ثم في هذا العام ثم لا حلول. يعني لا بد من وجود حلول، الحلول يعني لا بد من الحديث فيها مع كل دول العالم للتوصل إلى حل ممكن التطبيق. حلول يعني حلول قابلة للتطبيق. الحل العادل أمر صعب جدا جدا، الحل العادل لابد من وجود مساومات، لابد من وجود مقترحات ذات فائدة، لابد من وجود شيء على الأرض قابل للتطبيق. هذا أمر صعب جدا ولابد من حلول. كيف برأيك أن يعني توجد هذه المساومات، ويعني كيف تصاغ في هذه المواقف؟ يعني لابد من صياغة ورقة مهمة جدا، ولابد من تبني محاولة تبنيها مع الدول الأخرى، الدول العالمية الكبرى، يعني الدول وأمريكا أيضا بالذات. لابد من وجود اتصالات خاصة بها لكل الدول العربية، لابد من الضغط على أمريكا بأي وسيلة من الوسائل لكي يتم الحل، لأن الذي يملك الحل فعلا هو الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، جزيل الشكر لك.